ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم نور محسن ودي قناتي على اليوتيوب. طبعا اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيه عشان يوصل له اي حاجة جديدة. انا من الشخصيات اللي بحب اجرب حاجات كتير جدا، وبحب العادات والتقاليد والاختلاف بتاعهم، واشوف واعيش في كل يعني واعيش كل تجربة زي ما هي بالظبط. طيب النهاردة هاخد تجربة من احلى التجارب اللي انا عشتها، ألا وهي الأكل الصيني، أو يعني الأكل الآسيوي بشكل عام. ديت من أكتر الحاجات اللي احنا كلنا بنحبها وبنحب إن احنا نجربها. أول حاجة جربتها مطعم موجود في القاهرة اسمه صيني مسلم، على ما أظن عشان بيعملوا فيه الحاجات الحلال عشان كده اسمه مسلم. ما علينا، المهم المطعم دوت اللي بيميزه كل الشيفات اللي فيه من الصين، مفيش حد من مصر، فبالتالي تلاقي نفسك بتجرب التجربة كما هي من غير اي افتكاسات مصرية جميلة. تاني حاجة قلت اجربها ان انا اعمل النودلز بقى ديت في البيت، احاول ان انا اعملها في البيت طبعا من غير اي افتكاسات، احاول ان انا اجربها في البيت. واتفرجت على كذا طريقة، واكتر طريقة عجبتني وعملتها بيها وطلعت جميلة جدا طريقة اي حبيب. طبعا كلنا عارفين قناة اي حبيب، وهسيب لكم الفيديو بتاعها تحت في الديسكريبشن بحيث ان انتوا ترجعوا تاني للطريقة. وده طبعا ما منعنيش ان انا ازود حاجة، يعني معلش يا استاذة ايه احنا اسفين، بس ديت عشان شفت اكتر من حاجة فعشان كده زودتها. واهم حاجة ما نسيتهاش وهي تاريخ النودلز ونشأت ازاي وكده يعني، وديت اكتر حكرة انا بحبها. فقررت المرة دي ان انا ما اصدعكمش واقعد اقول المعلومات، لا انا اجيب فيلم وثائقي ونتفرج عليه مع بعض. يلا نبدأ الفيديو. شايفين الفيديو؟ شايفين المطعم وجماله؟ طب انا لازم اصور كل حاجة في المطعم. دي طبعا شطة. طيب اول حاجة هنتعلمها ازاي نستخدم العصيان الصيني. شايفين دي الطريقة بتاعتها. بعد كده الاكل وصل، طلبت نودلز بالفراخ، كان طعمها تحفة والطبق كان كبير. سعرها كام؟ صراحة انا مش فاكرة. طبعا المكرونة كانت طويلة قوي قوي وكانت صعبة جدا في الاكل، بس الشوربة بتاعتهم تحفة. بصي بصوا يعني كل حاجة في الطبق هنا كان طعمها لذيذ صراحة. ايضا يعني وبعد كده لقد جاء وقت الشاي. طبعا الشاي الاخضر بتاعهم دوت ولا كان ليه ولا طعم ولا لون ولا ريحة، لا عارف كان فيه لون بس كان طعمه جميل جدا. يعني انا لو كنت سبتوني كان زماني خلصت البيبات كله، ما كانش ليه طعم زي الشاي بتاعنا الاخضر، بس كان ممتع. انا اصلا بحب الشاي الاخضر جدا فكنت مستمتعة بيه، يعني ما كانش عندي اي مشكلة. طبعا انا رجعت منه مبسوطه جدا 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 ومتحمسه جدا. عملت حاجتين، اول حاجه عملتها ان انا رحت دورت على تاريخ النودلز، اتفرجت على فيلم وثائقي تحفه جدا على ناشونال جيوغرافيك، ودوت هنتفرج عليه دلوقتي. تعالي نشوف الفيلم الوثائقي عشان نعرف هي بتتعمل ازاي عشان بعد كده احنا بقى ايه نطبقها. الصين دولة النودلز. لذيذ. تلتهم بعدة طرق مختلفة وشهية في جميع أنحاء الدولة. نشأت نودلز تشونغ تشانغ منذ 1000 عام أثناء حكم أسرة سونغ، وتم الحفاظ على القواعد الأساسية في صناعة هذه النودلز بأمانة من جيل إلى جيل.
فيلم وثائقي بيتكلم عن اتنين عيلة يعني بتشتغل في النص من زمان جدا، وهيورينا بقى الخطوات بتاعتها. الآن تنعم هذه النودلز الخرافية بالأمان في أيادي فريق صغير من صناع النودلز. إنها لذيذة جدا. ظل تشين يصنع نودلز جونغ تشانغ لأكثر من 30 عاما، وانضمت إليه زوجته في مهنته بعد زواجهما. بعد أن التقيت بزوجي سرعان ما أحب أحدنا الآخر وتزوجنا. بعد الزفاف أخبرني أنه صانع نودلز. كنا نعيش حياة كريمة، وكان علينا أن نكفل عائلتينا. تزوجته على كل حال، لذا علي أن أسانده، كما تعلم، في السراء والضراء، وفي الصحة والمرض، وفي جميع الأحوال. إنهما يعيشان في مجمع مساكن في شرق تشونغ تشانغ. المنزل هو العمل، والعمل هو المنزل. على مدار 5 إلى 8 أشهر كل عام، ما دام الطقس بارداً وجافاً، يظل الثنائي يصنع النودلز ليلاً نهاراً. نبدأ العمل في تشرين الأول أكتوبر، ونواصل حتى شهر أيار مايو التالي. فلا تكون الحرارة ملائمة لشد العجين إلا خلال هذا الوقت. في الشتاء تحوم الحرارة حول درجة واحدة مئوية، وهي درجة مناسبة لصناعة النودلز. لكن في الصيف حين ترتفع درجة الحرارة لأكثر من 25 درجة مئوية، يصبح من المستحيل صناعة نودلز جيدة. تبدأ لو وتشين بإعداد كتلة من العجين. الخطوة التالية هي تمشيط مكونات الكتلة إلى جدائل جميلة رفيعة كالشعر. الآن سنفتل جدائل أرفع من العجين. يمكنك إضافة الزيت لترطيبه وجعل شده أسهل، ثم نفتله ثانية لجدائل أكثر رفعاً. عادة نبدأ إعداد العجين من الساعة 2 مساءً، ونستمر في الفتل حتى 8 من صباح اليوم التالي. الحصول على السمك المناسب في النودلز صعب. العملية طويلة ومعقدة وتستغرق كثيراً من الوقت. تلف الجدائل حلزونياً وتوضع في حوض لتستريح. لابد من التكرار، فهو يقترب بالنودلز من الكمال. أمام لو وتشين ليلة طويلة. تلك الجدائل الرفيعة الرقيقة التي تصنع هنا ليست مجرد متعة للعين والأطباق، ولكنها تتمتع بمكانة رسمية بصفتها تراثاً ثقافياً غير ملموس. المذاق الفريد والملمس المميز لنودلز شونجيانغ ناتجان عن مكون النودلز الرئيسي، قمح شونجيانغ، الذي ينمو هنا على الأراضي الجبلية للمدينة. يتمتع بمستويات مثالية من الجلوتين، فهي ليست عالية ولا منخفضة. يا جماعة، عايزة أقول لكم إن أنا كل ما بتفرج على البتاع ده اتفرجت عليه جي 3 مرات، واتفرجت عليه أصلاً قبل ما أروح المطعم دوت. ما كنتش قبل كده مقرر ان انا هعمل الفيديو ده، بس انا كنت بتفرج عليه بان انا بحب اتفرج على حاجات جديده. فلما رحت المطعم وتحمست وكده، فقلت بقى ايه، طب انا ما اعرضهوش ليكم. الان افتل خيوط العجين حول قضيبين. هذه هي اسهل خطوه، لكنها كذلك الاكثر تعقيدا. انها تستغرق اطول وقت وتتطلب اقصى انتباه. لو لم تتم هذه العمليه بعنايه ستتكسر النودلز. العمليه شاقه لانه يجب فتلها مرارا وتكرارا من فوق ومن تحت وبالعكس، ثم تعيد الكره ثانيه. لو لم تكن النودلز موحده في السمك ستحتاج للقيام بذلك ثانيه. تعلق القضبان حتى رجوع الشمس. خلال ذلك الوقت تتمدد النودلز. تنتهز لو وتشين الفرصة للراحة، ويهدأ المنزل. لكن لا يمضي وقت طويل قبل أن يبدأ العمل من جديد. هلا
عادة نشمس النودلز بين الساعة 8 إلى 10 صباحاً. في هذا الوقت تكون الشمس في أخف وأفضل حالاتها لشد العجين. لنبدأ. يحتاج تشميس النودلز لمهارة كبيرة تتحسس الخيوط، فلو لم تكن ناعمة تبطئ. لو كان الطقس جيدا لن تحتاج سوى إلى 2 ساعة في الشمس. لو كانت أشعة الشمس قوية جدا ستصبح النودلز قصيرة وجافة وسيئة المذاق. لست بحاجة لأن أقول إننا لا نشمس النودلز في المطر ولا نشمسها عند هبوب الريح. تعلق النودلز كالستار في المجمع. يفصل تشين الجدائل بعناية. ساعات قليلة في الشمس هي كل ما تحتاجه النودلز. تعرف اللحظة المناسبة باللمس. تنزل لو تشين المجموعة بيد متمرسة. إنهما يحاولان الاتزان على سلالم مزعزعة ويجاهدان أحيانا للوصول للقضبان البعيدة عن متناولهما. أكاد أقع. إنه عمل مرهق. يتحايلان بحرص محافظين على الجدائل الثمينة. في الداخل بعيدا عن الشمس يقطع الزوجان منتجهما ويحزمانه. تجتمع العائلة كلها ونغلف كلنا النودلز. قريبا ستبدأ الدورة التالية من صناعة النودلز، لكن اليوم الورشة هادئة. حل الظلام، لكن يعرف القرويون روتين حياتهم عن ظهر قلب. إننا بمثابة عائلة هنا في القرية ونجتمع سوية كثيرا. نجتمع كي نتحدث ونلعب بضع دورات من لعبة الدومينو، وأحيانا نأخذ الأوعية للخارج ونأكل معا. إنه كعقد مؤتمر حيث نتذوق طهي كل شخص. إنها قطعا أوقات سعيدة جدا. صحة وعافية. أعطني. احملها على مهلك. حسنا. بهدوء. حالما ينتهي العشاء يعودون للعمل للاستعداد للشحن. أحب صناعة نودلز شون جيانغ بسبب ما تعطيه لي من حرية. يمكنني ضبط جدول أعمالي ليناسبني. إذا كنت في حالة مزاجية جيدة أصنع المزيد من النودلز، وحين أكون في حالة مزاجية سيئة أصنع كمية أقل، وأستغل الوقت للخروج والالتقاء بأصدقائي والتسوق قليلاً. هذه طلبية جاهزة. هذا؟ خذها هيا. حسن. لا تتأخر. نعم. بس كده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وشفتوا الناس بتتعامل ازاي، وزي ما قلت لكم ان انا هحطه في الديسكريبشن بحيث ان انتوا تدخلوا بقى تتفرجوا عليه كامله. وانا ما عملتوش كامله عشان وقت الفيديو. يلا بقى تعالوا نروح نعمله. طبعا اتفرجت على وصفات كتير، سواء بقى اليابانيين صينيين مصريين كله اجانب كله، عشان اعمل الطريقه بتاعتهم. اخر حاجه بقى توصلت لها طريقه اي حبيب، عملتها بنفس الطريقه بالظبط. هي ما استخدمتش غير حاجتين بس، هي الدقيق والميه. هي كانت عامله كوبايتين دقيق وعامله نص كوبايه ميه، وكانت حاطه في كوبايه الميه ملح وبيكربونات الصودا.
انا عملت كوبايه واحده بس عشان كنت حاجه دي كنت لسه بجربها. بعد كده هو دي العجينه، طبعا قعدت اعجن فيها، هي كانت صعبه شويه. انا ضفت لها معلقه زيت زيتون من عندي كده، شفت اكتر من فيديو فده اللي خلاني ان انا اضيف لها، تمام يعني. بس عملت زي ما هي عملت بالظبط، سبتها نص ساعه وبعد كده بدات اعجن فيها تاني. بعد كده هو بدات اعجن فيها، يعني حطيت شويه دقيق وبدات ان انا افردها، وبعد كده حطيتها في المكنه بتاعه المكرونه ديت. هي عملتها بطريقه يدويه، ووقت ممكن اي حد يعملها بطريقه عاديه بطريقه المكنه ديت. كنت متحمسه قوي ان انا استخدمها، وقعدت بقى احط لها دقيق. الطريقه نجحت وحطيتها في ميه مغليه، كنت مبسوطه جدا. وعملت هي قالت هي ادت 3 مكونات، قالت ممكن تعمليها باللحمه او بالفراخ او بالخضار. يعني عملت زي اللي هي عملته بالظبط، طلعت طعمها تحفة والمكرونة تحفة جدا جدا جدا. ومش وديت مش آخر مرة هعملها، هعملها تاني. وقريبة شوية شوية للمطعم، لأن في كده كام حاجة ما عرفتش أظبطها، اللي هي زي الصوص بتاعهم دوت، لسه عايزة أقعد أدور تاني لغاية ما أعمله. بس أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واعملوا الوصفة وجربوها وابعتهولي على الانستجرام، هبقى مبسوطة جدا جدا جدا. بس كده، مع السلامة.